أهلا بكم في هذه الجولة الصحفية الجديدة مع أبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. البداية بالصحف المحلية ونطالع من الوطن. الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ويوجه بتنفيذ إصلاحات قطاع الأعمال العام. أمين عام الجامعة العربية يؤكد مصر غير راضية عن تعامل إثيوبيا بملف سد النهضة. انقطاع القطاع السياحي يبدأ استعادة عصره الذهبي وأرباح شركاته المدرجة ترتفع 256%. إلى جريدة المصري اليوم ونطالع منها مواكب الشهداء تتحول لمظاهرات ضد الإرهاب. شيخ الأزهر يقول الإرهاب يستهدف الإنسانية وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته. شكري مياه نهر النيل مسألة حياة ووجود لمصر. البرلمان يستعد لبدء جلساته الثلاثاء. وهيكل ندرس استمرار أعمال المجلس حتى يناير 2021. نتابع قراءتنا الصحفية مع حضراتكم ووقفتنا هذه المرة مع جريدة الشروق. كتبت الأوقاف: مصر تمتلك تاريخا عريقا لتسامح ديني لا نظير له في الحضارة. البيئة تطلق فعاليات برنامج بناء المعرفة والقدرات القيادية للشباب المصريين. الأهلي يكرر فوزه على كانو سبورت ويتأهل لمجموعات دوري أبطال إفريقيا. جريدة اليوم السابع نقرأ منها: الحكومة تستكمل البناء وتستثمر في شرايين التنمية، 17% زيادة في مخصصات قطاع النقل خلال العام الجاري لرفع كفاءة الطرق، 9 مليارات جنيه لتطوير مشروعات جديدة أبرزها إنشاء 5 محطات مترو واستكمال 10 محاور على النيل. التعليم: توظيف مواقع التواصل الاجتماعي بكل مدرسة لتسهيل التواصل مع أولياء الأمور. إلى جريدة الجمهورية التي بدورها رصدت انطلاق مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي في القاهرة اليوم. وزير الخارجية يبحث مستجدات الوضع على الساحة السورية مع المبعوث الأممي إلى سوريا وسبل دفع جهود التسوية السياسية للأزمة. الجالية المصرية بنيويورك نرفض دعوات هدم مؤسسات الدولة ومستعدون لتقديم كل ما يدعم وطننا. برغم التحديات والمصاعب إلا أن الشعب المصري ما زال يواصل بذل الجهد من أجل حياة أفضل. في هذا الإطار جاء مقال الأستاذ محمد الهواري بجريدة الأخبار. العنوان: المسيرة التنموية مستمرة. وتفاصيل: مصر مستمرة في بناء مشروعها التنموي من أجل خير الشعب وتحسين مستوى المعيشة واستمرار النهوض والتطوير في التعليم والصحة وبناء 14 مدينة رقمية جديدة توفر السكن لمواطنيها. لن تعرقلنا التحديات عن مواصلة ما نجحنا فيه من إنشاء العديد من المشروعات والتي تسعى بكل جدية لنشر العمران والتعمير في كل ربوع الوطن. ولن تتوقف تلك المسيرة برغم هجمات الإرهاب، فمصر ليست حفنة تراب بل هي وطن نعيش فيه ويعيش فينا. ونتحول للصحف العربية ونطالع هذه المرة من صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. دمشق تتهم أنقرة بدعم النصرة وترفض المنطقة الآمنة. أونروا تحصل على 118 مليون دولار لإنقاذ عامها الحالي. وزير الخارجية اليمني يدعو مجلس الأمن إلى إلزام الحوثيين بتنفيذ اتفاق ستوكهولم. إلى جريدة الخليج الإماراتية التي كتبت: الاحتلال الصهيوني يبطش بتظاهرة سلمية في الضفة وتشييع جثمان شهيد. قتيلان من ميليشيات الوفاق بقصف للجيش الليبي على سرت. مطالبات بإطلاق استراتيجية موحدة لمواجهة العنف ضد المرأة في العراق. ومن الصحف الكويتية نطالع من الرأي: تركيا تخطط لمشروع إسكان 1 مليون لاجئ في سوريا. دول عربية وعالمية تدين هجمات جماعة الحوثي على السعودية. قائد الجيش اللبناني يؤكد: لن ندخر جهدا للحفاظ على أمن وسلامة البلاد والمواطنين. نتوقف مع جريدة الدستور الأردنية ورصد من قبلها لمواصلة الاحتلال التصعيد واعتقال 27 فلسطينيا بالضفة الغربية. المبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسون يدعو اللجنة الدستورية السورية للاجتماع في جنيف الشهر المقبل. 31 من أكتوبر المقبل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التونسية. ونتابع قراءتنا من جريدة عمان التي كتبت: تقول المجموعة الدولية تؤكد دعمها للعملية السياسية في اليمن وأكثر من 12 ألف قتيل منذ اندلاع الحرب. دعوات يهودية لاقتحامات جماعية واسعة للمسجد الأقصى بمشاركة نواب الكنيست وعشرات الحاخامات.
دمشق تؤكد على دفع المسار السياسي وترفض التدخلات الخارجية. مع صحيفة القدس الفلسطينية والتي أكدت أن إسرائيل تواصل تصعيد لجار المنطقة بأكملها لمربع العنف. المقال بعنوان رسالة منزوعة الدسم. سلسلة الاقتحامات اليومية التي تنفذها الجماعات الاستيطانية المتطرفة للمسجد الأقصى تعد من ضمن سياسات وأساليب صهيونية مختلفة كي تجبر المقدسيين على التسليم بالأمر الواقع، غير مدركة بأن المقدسي لا يفرط في حقه مهما اشتدت عليه حلقات الحصار. لذلك فإن اعتماد إسرائيل على توجيه ضربات استباقية للجسد الفلسطيني كي يستسلم لم يكون مصيرها إلا الفشل. فالإنسان يستطيع أن يحيا بلا خبز، ولكنه لا يمكنه العيش بلا وطن أو كرامة. رسالة منزوعة الدسم لكل من يحاول النيل من الأراضي المقدسة. ستظل القدس عربية مهما طال الزمن. ونتحول مع حضراتكم إلى الصحف العالمية، البداية مع نيويورك تايمز الأمريكية. كيف دفعت سياسة الظل الخارجية التي مارسها الرئيس ترامب إلى التحقيق في قضية أوكرانيا؟ الكرملين يقول إنه يأمل في ألا يتم الكشف في العلانية عن تفاصيل مكالمات ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الديمقراطيون يقولون إن التحقيق يستهدف انتخابات 2020 وليس الإقالة. ونقرأ أيضا من صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، مسؤولون حاليون وسابقون يكشفون عن سؤال أكثر من 100 مساعد لهيلاري كلينتون عن رسائل البريد الإلكتروني أثناء توليها منصب وزيرة الخارجية الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب ليس أول زعيم أمريكي يواجه مساءلة قضائية لإثارة شعور بالاضطهاد والشفقة على الذات، لكنه أول من بث هذه العقلية إلى العالم. من أبرز عناوين صحيفة أوبزيرفر البريطانية، ترامب وديمقراطيون يندفعون في الوقت الذي تبدأ فيه المعركة السياسية التاريخية. بوريس جونسون يثير المخاوف من الشغب لتجنب تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. حزب العمل يدعي أن رئيس الوزراء يهدف إلى استدعاء سلطات الطوارئ باستخدام قانون الطوارئ المدني. ومن الصحف الفرنسية نقرأ من لوموند، الانتخابات الرئاسية في أفغانستان، مصرع 5 وإصابة 76 شخصا في إطلاق صواريخ على مراكز الاقتراع. أكثر من أي وقت مضى يتطلب التصويت في أفغانستان الشجاعة والإيمان بالديمقراطية المتناثرة. صواريخ إيران الدقيقة تحد كبير للجيش الإسرائيلي، غارت أرامكو فاجأت خبراء الجيش. والمحطة هذه المرة صحيفة هارس الإسرائيلية، نطلع منها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يعيد تكليف تشكيل الحكومة إلى الرئيس روفين ريفلين إذا لم تتحقق انفراجة في المحادثات مع زعماء الأحزاب قريبا. وفقا لمصدر انخرط في محادثات الليكود مع الأحزاب الأخرى، فإن نتنياهو قد يعلن للرئيس أنه غير قادر على تشكيل الحكومة خلال أيام قليلة إذا ما وصل فريق حزب تشبثه برفض قبول خطة اقترحها ريفلين. هذه المرة رصد من صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية لقضية أوكرانيا التي أثيرت مؤخرا، والتي قالت إن التعجيل في سير تحقيقات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفيتها ينبغي أن يسير في ضوء الانتخابات المرتقبة. الطلب الصادم الذي وجهه الرئيس ترامب والذي دعا فيه إلى خضوع أحد منافسيه المحتملين للتحقيق في بلد أجنبي دفع ديمقراطيين في مجلس النواب إلى الاندفاع في تحقيق عزل رسمي ضده. لكن الطريقة التي يجري بها مجلس النواب هذا التحقيق هي كذلك بنفس درجة أهمية إجراء التحقيق نفسه. والأهم أن يحظى ترامب ومحاموه بفرصة عادلة في هذا التحقيق وإلا تكون النتيجة محسومة مسبقاً. ختام جولتنا الصحفية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.